ومعانا تاني وصفات العيد، وهو البيتي فور والسابلي. الاتنين نفس المقادير بالظبط، فرق بينهم نص كوباية دقيق. معانا 200 جرام زبدة، ممكن نضاعف المقدار زي ما احنا عايزين. كوبايتين سكر بودر مطحون، بيضاية، فانيليا، 200 جرام دقيق، 80 جرام نشا، 80 جرام سكر بودر. وبعدين هنبدأ هنا نحط فأول حاجة نعمل الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، مش خارجة من التلاجة مجمدة ومش سايحة، ونضربها بالمضرب لغاية لما تبقى كريمي وتبقى كويسة كده. وبعد كده نجيب 80 جرام سكر باودر ننخلهم ونحطهم مع الزبدة، وبعد كده نضربهم مع بعض كويس جدا. وأهم حاجة خطوة النخل دي علشان نتأكد ان مفيش اي شوائب في السكر. بعد ما نخلطهم كلهم مع بعض هنشوف القوام هيبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى كريمي، هنبدأ يعني نحط البيض بيضة بيضة، بس احنا ممكن نخليه كريمي اكتر من كده كمان لو حاطين الويسك او البادل اللي هي بتاعت الكريم شانتيه كريمة. انا كنت حاطة الكريمر اللي هي الكي، ممكن تحطوا بس اللي هي الويسك العادية زي في اي مضرب بيض. هنحط البيض بيضة بيضة ومع الفانيليا، وبعد كده هنجيب طبق ننخل الدقيق وعليه النشا وعليه ذرة الملح. وهنا عامل الرفع بتاعنا ما عندناش بيكنج باودر ولا اي حاجة، هو هيكون البيض. البيض تقدروا تستخدموا بيضاية كاملة او 2 صفار بيض. هنبدأ نحط الدقيق واحدة واحدة في العجان ونلف ونحاول بقدر الامكان يبقى على سرعة هادية وما نكترش في مرحلة العجن دي. ولو عايزين تعملوها بايديكوا تقدروا تعملوها بايديكوا علشان البيتي فور يبقى دايب دوب. طب ايه كده خلصنا؟ خلصنا. هنبدأ بقى نجيب قمع، او لو عندكم المكنة تقدروا تزودوا شوية دقيق بسيط وتشتغلوا بالمكنة. اهم حاجة تحطوا بالقمع في الصاج وتجربوا 2 او 3 في الفرن بتاعكم على درجة حرارة 160 فرن سخن قبل ما تبدأوا تسووا بقية الكمية كلها عشان تتأكدوا ان العجينة مظبوطة وهتطلع معاكم ان شاء الله هايلة وممتازة. حسيتوا ان اللي هي ساحت في الفرن او فرشت ممكن تحطوا لها معلقة لبن، حسيتوا ان هو او تزودوا لها شوية تحطوا لها معلقة لبن هتبقى هايلة لو هي ايه ساحت او فرشت. عملنا بالشوكولاتة، لو عايزين تعملوه بالشوكولاتة تقدروا تشيلوا 2 معلقة دقيق تحطوا بدلهم 2 معلقة كاكاو. كده بيتي فور تمام. سابلي نفس العجينة بالظبط بس نص كوباية دقيق زيادة. في الفيديو ده مفيش طريقة تقطيع السابلي، هنزله في فيديو لوحده تقطيع وزينة السابلي، او هطلع معاكم لايف ووريكم ازاي بتعملوه. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، ما تنسوش سبسكرايب وفولو وشير للفيديو ده علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. مش هتندموا، جربوه وادعولي.